فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نصل في صفات عباد الرحمن التي أتكلم فيها على مدى الحلقات السابقة. كنا وصلنا للصفة السادسة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، انتهينا منه. وصلنا إلى الصفة السابعة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، والسيب الزاني أو زنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ أي إن السائل هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. تقتل الولد، قتل كله حرام، لكن هناك حراما أشد من حرام وكبيرة، كلها كبائر لكن هناك أكبر الكبائر. فلا شك أن القتل حرام، لكن أن يصل الأمر إلى قتل ابنك فهذا من أشد الحرام. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، والعياذ بالله. حليلة الزنا حرام، هو كبيرة من الكبائر ومن أفحش الكبائر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عد من أعظم الذنوب أن تزاني حليلة جارك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، والله سبحانه وتعالى أوصى بالجار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. وحق الجار حق مكفول، فكيف يعني تزني وتزاني حليلة جارك؟ فهذا من أعظم الذنوب. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل القتل، وقال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى فظاعة هذا الذنب. فالذي يقتل نفسا بغير حق يجرئ الناس على القتل وكأنه قتل الناس جميعا، وكذلك من أحياها أي منع عنها القتل
فكأنما أحيا الناس جميعا. وقابيل هو أول من قتل على وجه الأرض، والآية التي ذكرتها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذه ذكرها الله لنا سبحانه وتعالى بعد قصة قابيل وهابيل. فقابيل هو أول من قتل على الأرض، ولذا فإن كل قتيل وكل قاتل على قابيل هذا كفل منه، كل من قتل وكل مقتول على ابن آدم الأول كفل منه، على كل مقتول كفل أي نصيب من هذا الذنب، لأنه أول من سن القتل أي بدأ القتل على الأرض. فعدم قتل النفس. وهناك أحاديث حقيقة عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ستقول إن أول ما يسأل عنه العبد في الصلاة، نعم من أعماله هو أول ما يسأل عنه الصلاة، لكن من الحقوق التي بين الناس فأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني يعصي الله سبحانه وتعالى ويتوب فيتوب الله عليه، في فسحة بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مسلم أو قتل رجل مسلم غير حق. الدنيا بكاملها زوالها عند الله أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. وابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة، يطوف ببيت الله سبحانه وتعالى، يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظمك وأعظم حرمتك. ويقول: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك، أعظم عند الله منك. فسبحان الله. فالقتل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الصفة السابعة من صفات عباد الرحمن. صفة الثامنة هي: ولا يزنون. والعياذ بالله، الزنا من أفحش الفواحش، ولا يزنون من أفحش الفواحش. ولقمان يوصي ابنه لقمان الحكيم فيقول: يا بني إياك والزنا، فإن أوله مخافة وآخره ندامة. وأوله مخافة، الإنسان عندما يزني أعوذ بالله تجد يعني يتخفى كده من الناس من أجل الزنا والعياذ بالله، وبعد أن يزني يندم على أنه وقع في الزنا والعياذ بالله. فأوله مخافة وآخره ندامة والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا النهي أشد، والله سبحانه وتعالى قال، لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. فكل ما يؤدي إلى الزنا فإن الشرع عندنا منعه عملا بقاعدة سد الذرائع، وهذا يعني سأعود إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. والآن ننظر إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم على صفحة القناة وعلى صفحات الشخصية. في اللقاء السابق ذكرت أنه ورد سؤال في قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فخير له، أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكرت أن الجمهور على أن هذه الآية منسوخة، كان الأمر في أول الصيام أو الفرض الصيام على التخيير، من صام صام ومن أطعم أطعم، فكان الأمر على التخيير، حتى نسخت بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. على ذلك جمهور أهل العلم، وعندنا حديث يؤيد ما ذهب إليه الجمهور
عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفطر ويفتدي، أي يطعم، يعني من أراد أن يفطر يفطر ويفتدي، حتى أنزلت الآية التي بعدها، هي يقصد قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم فليصم. فالآية إذن منسوخة، والتخير هذا نسخ، وأنا ذكرته قبل ذلك في إذا عن الناس، نسخ بوجوب صيام شهر رمضان إلا على الحالات التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في آياته كالمرض والسفر. نعم، لكن ابن عباس يقول إنها ليست منسوخة، وهي في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينة، يطعمان عن كل يوم مسكين. فالمسألة يعني جمهور على أنها منسوخة، وابن عباس كما رأينا، بل إن يعني ابن عباس أنا قرأت عنه أنه يعني له رأي يوافق رأي الجمهور في مسألة أنها في أن هذه الآية منسوخة. السؤال التالي: الذي لم يقضي ما عليه من صيام رمضان حتى دخل عليه رمضان التالي، يعني إنسان عليه صيام، امرأة حائض عليه صيام، رجل سافر عليه صيام، رجل مريض، امرأة مريضة عليهما صيام، فلم يقضوا ما عليهم من صيام حتى جاء رمضان التالي، ماذا عليهم؟ الجمهور قالوا إن كان عليه صيام ولم يقض هذا الصيام بغير عذر، فإنه بعد صيام رمضان التالي يصوم يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينة. يعني الأمر يعني عقوبتان: القضاء هو أنه يطعم عن كل يوم مسكينة، بهذا قال جمهور العلماء وجمع من الصحابة، وذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وبعض أهل العلم لأن عليه القضاء فقط، لأن عليه القضاء فقط ولا إطعام عليه سواء بعذر أو بغير عذر. إذن الجمهور ذهبوا إلى أن من لم يقضي أيام رمضان التي عليه بغير عذر، لو كان في عذر مسألة خلاص، بغير عذر وجاء عليه رمضان التالي فهنا يقضي أياما مكان الأيام التي أفطرها ويطعم عن كل يوم مسكينة، الجمهور على ذلك. وذهب كما قلت الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا إطعام عليه وإنما عليه القضاء فقط، ولعل ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والله أعلم هو الراجح. لماذا؟ لأنه لا يوجد نص في الحقيقة في مسألة الجمع ما بين الإطعام وما بين الصيام في حدود ما أعلم، والله أعلم. السؤال التالي: المسافر هل الأفضل له الإفطار أم الصيام؟ الإفطار أم الصيام؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أو من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيها رخصة من الله سبحانه وتعالى. والجمهور على أن السفر الصيام في السفر صحيح ومجزئ، يعني من صام في السفر أجزأ هذا الصيام، لكن ابن حزم ذهب إلى أن صيام المسافر غير صحيح، صيام المسافر غير صحيح عند ابن حزم. إن بعض أهل العلم قالوا إذا صام المسافر فإن صيامه لا يجزئ ولا ينعقد، وعليه أن يقضي أياما مكان الأيام التي صامها في السفر، على عكس ما ذهب إليه الجمهور على أن الصيام في السفر صحيح ومجزئ. لكن يتفرع عن ذلك سؤال أو مسألة: هل الأفضل المسافر الإفطار أم الصيام؟ احنا قلنا أنه لو أنه وهو مسافر وصام صيامه مجزئ
بإذن الله رب العالمين. لكن هل الأفضل أن يصوم أم يفطر؟ مسألة لها حالات بحسب حال الصائم، بحسب حال الصائم، فلها عدة حالات أفصل فيها بعض التفصيل. الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام، أن يشق عليه الصيام أو يمنعه من فعل الخير. الإسلام شاق عليه أو يمنعه من فعل الخير، فهذا الفطر في حقه أولى، الفطر في حقه أن يكون شاقا عليه، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه، يعني الناس يزدحمون، الصحابة رضي الله عنهم، على الرجل شق عليه الصيام فجلس لا يستطيع أن يتحرك والناس يظللون عليه من الشمس، لهذا الرجل سيهلك نفسه، سيهلك نفسه. فلما رآه النبي عليه السلام سألوه، سأل قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، يعني هذا يحسب أنه يعني يقتل نفسه من أجل أنه يظن أن ذلك هي التقوى أو تحقيق أعلى درجات التقوى، أن يهلك نفسه ويكاد أن يموت والناس يجتمعون عليه ويظللون عليه ظنا أن ذلك هو الورع وهو التقوى ويحقق التقوى في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين، ليس، يقول له ليس من البر الصوم في السفر. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار، يعني بقى السلام ترك من يصوم يصوم من يفطر يفطر، نزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، يعني من شدة الحر وشدة الشمس كان يتقون الشمس بأيديهم كذا لا يجدون ظلا بيده، فسقط الصوام، الصوام وقعوا، الصوام وقعوا من شدة الحرارة ومن شدة الشمس، شق عليه شق عليه. وقام المفطرون فضربوا الأخبية أو الأدمية الأخبية وسقوا الركاب، يعني وقال رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هؤلاء كانوا يصومون، هؤلاء كانوا يصومون وهؤلاء أفطروا، لكن صيامهم أدى إلى القيام بطاعة أو بقربة من القرب، فكما قلت يشق عليه أو يعطل عن فعل طاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة من الغزوات فإنه أمر أصحابه أن يعني يفطروا، وقال إنكم مصبحوا العدو غدا، الفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم. هذه الحالة إيه؟ هذه الحالة الأولى التي يشق عليه الصيام، يشق على المسافر الصيام كما رأينا في هذا الرجل الذي ظلل عليه رضي الله عنه، أو يعطله عن فعل طاعة كما رأينا الصائمين الذين كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فما استطاعوا أن يقوموا بالأعمال التي يتطلبها يعني المسافرون. نعم. وهناك حالة ثانية، حالة ثانية من حالات المسافر والصيام في السفر، ألا يشق عليه الصيام ولا يعوق عن فعل خير، يعني على عكس إيه الحالة الأولى، الصيام ليس شاقا عليه ولا يعوقه عن فعل الخير. فهذا هل الأفضل له الصيام أو الأفضل له الإفطار؟ الأفضل له الصيام، أفضل له الصيام طالما لا يشق عليه ويجد الأمر سهلا هينا لينا ولا يمنعه من فعل خير، الأفضل له الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم. لكن إن فعل ذلك لا ينكر على من أفطر في السفر، لا ينكر عليه لأن هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عليه الصلاة والسلام لكن لا يشق
عليه ولا على عبد الله براه، وما أنكر هذا على زيد. وكذلك نجد حمزة بن عمرو الأسلمي أيضا رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر يا رسول الله؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. إن شاء الله أخرج إلى فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. كنت في قبل الفاصل أتكلم عن حالات الإفطار والسفر، وذكرت أن هناك عدة حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام أو يمنعه الصيام عن فعل قربة أو طاعة من الطاعات، وقلت هذا يعني الأفضل له أن ألا يصوم. والحالة الثانية ألا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل طاعة، فهذا الأفضل له أن يصوم. الحالة الأولى الأفضل له أن يفطر، الحالة الثانية الأفضل له أن يصوم. ورأينا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فالنبي عليه السلام قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، طالما هو ليس شاقا عليه. والنبي عليه السلام هو الذي قال للصحابي الذي ظلل عليه: ليس من البر الصيام في السفر. هو الذي يقول لحمزة أنه يعلم أنه ليس شاقا عليه: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. نعم، والإنسان يعني قد يصوم في السفر بس عدم المشقة، لأنه إذا قضى أياما من رمضان يقضي بمفرده قد يجد صعوبة ويجد السهولة في أن يصوم مع الناس، جو رمضان نفسه يبقى جو يعني يساعد الناس على الصيام وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هناك حالة ثالثة من حالات الصيام والسفر، هو أن يشق عليه الصيام يعني مشقة لا يتحملها، قد تؤدي إلى موته وإلى هلاكه. ففي هذه الحالة يجب عليه الإفطار. لما هتقول طيب ما الحالة الأولى إيه؟ لا، الحالة الأولى شق عليه لكن لم يؤدي إلى الهلاك، إلى الموت، سيموت. فقلنا هذا الأولى في حقه أن لا يصوم، لكن الحالة دي هو يصوم والصيام سيؤدي إلى موت. ونجد بعض يعني كبار السن يعني منا في رمضان يكون مريضا مرضا شديدا، ويعني يأخذ نفسه بالكاد لكنه لا يفطر. هو يحب الصيام ونحن نقدر ذلك، لكن هذا الصيام يعني الأطباء نصحوه ألا يصوم، لأن الصيام فيه مشقة شديدة قد تؤدي إلى تلف عضو من أعضائه كمريض الكلى أو غير ذلك، لكن مصر على الصيام ويرفض رخصة الله سبحانه وتعالى يعني بعاطفة، أنا أعلم بعاطفة، لكن لا نأبى رخصة الله سبحانه وتعالى. فالذي فرض عليك الصيام هو الذي أعطاك الرخصة سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة حتى بلغ كراع الغميم اسم مكان، وصار الناس دعا بقدح من ماء فشرب حتى رآه الناس عليه الصلاة والسلام، رفع كده الإناء وشرب حتى رآه الناس. وبعد ذلك قيل له إن بعض الناس ما أفطروا، إن بعض الناس ما أفطروا وما زالوا على صيامهم، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن بيانا عمليا، أخذ بقدح الماء عليه الصلاة والسلام وشرب ورفعه أمام الناس حتى يتقوى الناس على الغزو على فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. العصاة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه بسنته العملية عليه الصلاة والسلام، ورفع الإناء قدح الماء إلى فمه وأخذ يشرب حتى تقوى الناس على الغزو على فتح مكة، لكن هؤلاء أبوا واستمروا على صيام. الحاصل أن مسألة الصيام في السفر، هل الصيام أفضل أم أن الفطر أفضل، تعود كما ذكرت إلى حالتك أنت، إلى حالتك أنت كما ذكرت من الحالات
التي ذكرتها والله أعلم. سؤال: متى يبدأ المسافر الفطر؟ متى يبدأ المسافر الفطر؟ يعني إذا سافر، أو ما الوقت الذي يبدأ فيه الإفطار؟ إذا سافر قبل الفجر وطلع عليه الفجر وهو مسافر، يعني هو عزم على السفر قبل الفجر والفجر طلع عليه وهو مسافر ونوى الإفطار، فهذا يجوز له الإفطار بإجماع أهل العلم. يعني هو سافر قبل الفجر أو هو مسافر يعني أذن للفجر، فهذا لا شيء عليه، خلاص هو تلبس بالسفر، تلبس بالسفر. لكن المسألة في الذي يسافر أثناء النهار، يعقد السفر أثناء النهار، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز له الفطر ذلك اليوم، لا يجوز له الفطر ذلك اليوم، فقالوا الصوم عبادة، الصوم عبادة في الحضر والسفر، وهو بدأ العبادة قبل سفره فلا ينقض هذه العبادة، فلا ينقض هذه العبادة بسفره، وإنما يستمر على 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 صيامه. الجمهور قالوا ذلك، لكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا يجوز أن ينوي أن يفطر أثناء، إذا سافر أثناء النهار لعموم الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك يؤيد ذلك ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في عام الفتح، من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما الحديث ده ذكرته من يعني من وقت بعض وقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى كراع الغميم وكان صائما عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا بقادح ماء عليه الصلاة والسلام وشرب، وحتى يعني يرى الناس أنه أفطر صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك هو الراجح لحديث لما ذكرته من العموم الآية ومن أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندنا أيضا أن محمد بن كعب أتى أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وهو يريد سفرا، ورحلت له راحلته، يعني في رمضان في أثناء النهار، ورحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة هل بقولنا الألخص المسألة: إذا سافر قبل الفجر أو أذن عليه الفجر هو على سفر ونوى الإفطار فلا شيء عليه، لكن الخلاف في أن يعقد النية على الإفطار في أثناء النهار، يعني يريد السفر بعد الظهر، يريد السفر قبل العصر، ويريد أن يفطر من أجل أنه سيسافر، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. وقلت أن الراجح والله أعلم أنه يجوز له الإفطار، ورأينا بعض الأدلة على ذلك. يتفرع عن هذا سؤال آخر، وهو: هل للمسافر أن يفطر قبل خروجي من بلدي؟ يعني أنا أريد أن أسافر، يعني سأسافر من القاهرة مثلا إلى إسكندرية، أو من القاهرة إلى دمياط، فأريد أن أسافر من، أنا أقول دمياط عشان لاجئين المخرجين، من القاهرة إلى إسكندرية أو إلى دمياط، فيجوز أن أفطر قبل أن أغادر يعني عامر القاهرة، مدينة القاهرة، يجوز أن أفطر وأنا في القاهرة؟ ما المسألة عندنا فيها حديثان، نسمع كده. حديث أنس الذي سبق أن ذكرته، لما سئل أراد أن يسافر وعدت له راحلته فأفطر، وهو لم يغادر البلد بعد، لم يغادر البلد، يعني أفطر في مكاني، أفطر في مكاني قبل أن يسافر. وكذلك حديث عبيد بن جبيل مع أبي بصرة الغفاري، قال: كنت معه في سفينة في فسطاط في رمضان، فدفع ثم أمر بإفطار بغذاء، فقرب إليه، ثم قال اقترب، يدعوه إلى الطعام، فقلت: ألست بين البيوت؟ ليس في فسطاط، يعني القاهرة، يعني ألست، يعني لم يغادر البلد، لم يغادر البلد، ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لكن مع ورود هذين الحديثين،
فإن جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز الإفطار إلا بعد مغادرة عامر البلد. عامر البلد لأنه ليس على سفر لكنه ينوي السفر فقط. فالمسألة خلافية، أعيد وألخصه: هل يجوز أن تفطر قبل أن تغادر عامر بلدك، يعني أنت مسافر لبلد أخرى، فبعد أن تغادر عامر البلد تدخل مثلا في الطريق الصحراوي وتترك البيوت وراك، المدينة وراك، فلك أن تترخص هنا برخص السفر وتفطر. والفريق الآخر الذي قال لا يجوز، واعتمد على الأثرين، أثر أنس وأثر أبي بصر الغفاري، من أنها جوف. فالمسألة خلافية، والأحوط مع ورود هذين الأثرين، الأحوط ألا نترخص برخص السفر إلا بعد مغادرة عامر البلد، لكن من أخذ بالأثرين فلا شيء. لكني أقول الأحوط في هذه المسألة ألا آكل ولا أشرب إلا بعد أن أغادر عامر بلدي، والله أعلم. سؤال آخر: متى تنقطع الرخصة للمسافر؟ يعني هو عنده رخصة إنه يفطر في رمضان، فمتى تنتهي هذه الرخصة؟ أيضا هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح في رمضان، وصام حتى إذا بلغ الكديد، اسم مكان، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. والفتح مكة كما نعلم كان لعشر بقين من رمضان، يعني كان متبقي على رمضان 10 أيام فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أفطر حوالي 10 أيام عليه الصلاة والسلام من رمضان، وهذا ليس معناه تحديد العدد بذلك، وإنما هذا حدث يعني في فتح مكة. لكن هذه المسألة سأعود إليها، لأن ورد سؤال في هذه المسألة سأعود إليه بإذن الله في مسألة عدد الأيام التي يترخص فيها برخص السفر. لكن من نوى الإقامة في البلد السفر، الإقامة المطلقة، هذا خلاص لا يترخص برخص السفر، وهذا يصوم ولا يفطر. أما من أقام لقضاء حاجة، يعني تنقضي حاجته غدا يعود، بعد غد يعود، ولا يعرف متى تنقضي حاجته، فهذا يترخص برخص السفر طالما هو لم يحدد المدة التي سيقيم فيها. سؤال آخر ورد إلينا: إذا عاد المسافر نهارا وكان مفطرا، يعني هو سافر وعاد إلى بلده وكان مفطرا لما نوى السفر من هناك أفطر، فهل لما يأتي إلى بلده يمسك بقية اليوم أم يكمل إفطاره؟ تقول يكمل إفطاره. لا، العلماء اختلفوا في ذلك. لماذا؟ لحرمة الشهر. فوجدنا أن الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا يكمل إفطاره. فورد أثر عن ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. لكن وجدنا الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله يقول يمسك بقية اليوم. والراجح ما عليه أكثر أهل العلم من أن من سافر ثم أفطر هناك وعلى سفر ثم جاء إلى بلدي في أثناء النهار يمسك، يعني احتراما للشهر الكريم، أم إنه يأكل ويشرب يتم إفطاره. الراجح أنه يتم إفطاره. ووجدنا أثر ابن مسعود عليه رحمة الله: من أكل أول اليوم أول النهار فليأكل آخره. بالنسبة لي، هل ورد أن أيام السفر التي يترخص فيها هي 4 أيام فقط؟ هي 4 أيام فقط. الحقيقة أن الجمهور على ذلك، أن جمهور أهل العلم على ذلك، قالوا إن أقصى إذا نوى الإنسان إقامة 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وهذا عند جمهور أهل العلم. عند الحنفية 15 يوما،
ولا دليل صريح على ذلك، وإنما هم استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، لكن هذا حدث اتفاقا كما حدث في فتح مكة من أنه أفطر 10 أيام صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيها خلاف، والجمهور على ذلك، هو الأحوط أنك إذا نويت أن تقيم 4 أيام فأكثر لا تترخص برخص السفر، أقل من ذلك فإنك تترخص برخص السفر، إلا لو كنت مسافرا ولا تعرف متى ستعود، بمعنى أنك سافرت لقضاء حاجة من الحوائج ولا تعرف متى ستعود، ففي هذه الحالة فإنك تترخص برخص السفر طالما أنت ما زلت لم تقضي حاجتك، مسافة السفر يعني حوالي 83 كيلومتر، حوالي 83 كيلومتر. السؤال التالي: ماذا على الحامل والمرضع في صيام رمضان؟ ورد أن الله سبحانه في الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، وهذا الحديث في مسند أحمد وحسنه الأرضعوط وغيره من أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة اللي هو القصر يعني يقصر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، المسافر بالآية، بالآية. لكن إذا هنا وضع عنها الصوم، حامل ومرضع وضع عنهما الصيام، ماذا عليهما، القضاء أم الإطعام، القضاء والإطعام؟ على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينة، ومنهم من قال عليها القضاء فقط، ومنهم من قال عليها الإطعام فقط. وصح ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم قالوا هذا، يعني قال لابنته أو لابنتي نعم وكانت حبلى، وقال الآخر قال الأم ولد، قال أطعمي عن كل يوم مسكينة. فالآراء تختلف، فلعل الراجح والله أعلم أن الحاملة والمرضعة تقضي ما عليها عند زوال العذر، وإذا أطعمت ولم تقضي فقد أخذت برأي الأهل العلم وبفتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السؤال التالي: هل من نسي فأكل وشرب في أثناء الصيام رمضان يتم صومه أم لا يتم صومه؟ عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي أو شرب وهو فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. وجمهور أهل العلم على أن ذلك في الفرض والنفل، الذي ينسى في الفرض أو في النفل يعني في صيام رمضان، ونسي فأكل أو شرب وهو لا يتذكر، فجمهور أهل العلم على أنه يتم صومه. وذهب الإمام مالك للتفرقة ما بين الفريضة وبين النافلة، فقال في الفريضة نعم لكن في النافلة لا، لو أنه نسي في النافلة لأنه أمير نفسه فعليه ألا يتم صومه وأن يفطر. والراجح ما عليه جمهور أهل العلم أن من نسي أو فأكل أو شرب فهذا عليه أن يتم صومه، والله أعلم. السؤال التالي: إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو أن الفجر لم يؤذن له،
إنسان أكلت أو شربت ظننت أن المغرب قد أذن له، أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر آكل وأشرب وأنا أظن أن الفجر لم يؤذن له بعد، ماذا علي؟ جمهور أهل العلم على أن عليه القضاء، يعني أكل أو شرب وهو ظن أن الشمس قد غربت والشمس لم تغرب والأذان لم يؤذن له، فقال الجمهور أن عليه القضاء. وفريق من أهل العلم قالوا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله سبحانه وتعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا هؤلاء قالوا لا شيء علي، لا شيء علي. لكن أنا أرى والله أعلم، وإن كان القول الثاني له وجهته، أن الفتوى هذه تغيرت الآن بتغير العصر الذي نحن فيه. فأنت الآن، كانوا قديما لا يعرفون الغروب إلا أن يسمع الأذان من مسجد بعيد لا يوجد مكبرات صوت، أو أن يراقب الشمس. أما الآن فالساعة في يده والتليفون في يده والأذان في المذياع وفي التلفزيون وفي كل حد. فأرى الآن أن المسألة يكون فيها تقصير، الإنسان عنده ساعات في كل مكان ويقوم أصل من تهائل الفجر ما أزنش وقعد يأكل ويشرب ويأخذ ويقول أصل وفاك فريق من الآن المقال ذلك. لا، هذه فتوى تتغير بتغير ما نحن فيه الآن. فالإنسان يتحرى قبل أن يأكل وقبل أن يشرب. هذا والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.